لنداءكم وهذا ما حدث. هي المهم جدا انك انت تكون حاضر يعني المباراة. هذا فرحة السعدون كما نتابع مع الجماهير. يستحق السعدون صراحه اشاده على صياغه على تقديم فريق صراحه وقدر انه يدير المباراه بشكل صحيح. قبل ما نتحدث حتى على الهدف الثاني تفضل. هذه احتفالات وجزء من احتفالات الفريق المحرق يستحقون كل اشاده كل التقدير كل الاحترام. لم يخيبوا امال الجماهير ما طلعت حزينه. صحيح مهم جدا ان الجماهير تواجدها وهذا اللي تبغاه الجماهير انها تكون واقفه ومسانده. لكن الاهم بالنسبه للاعبين انه يعطون افضل ما لديهم. الروح القتاليه مطلب مهم جدا. واحده من عوامل الاسلحه القويه جدا التكتيكيه في المباراه ان الفريق كان يقاتل مسعود وهذا احنا يمكن نفتقده في كثير من المنتخبات اللي حاليا تخوض التصفيات. انك ترتفع لمستوى المباراه انك تقاتل على النجاح. تساهم تستفسل في كل كره في كل موقف تجد الدعم من اللاعبين دائما في كل كره. مسعود تجد في تنظيم في جماعيه في الاداء في روح في مسانده في الخلف. هذه الروح العائليه هذا التوافق الموجود ما ياتي من فراغ. هذا عمل كبير جدا من الاداره من دعم الاتحاد من اداره المحرق من اللاعبين الاجواء والبيئه الصحيه اللي يعيشونها اللاعبين.